أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أهل بيتك أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا سفينة النجاة. سلام الله عليك سيدتي يا كثيرة الأضلاع، يا فاطمة الزهراء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. السيدة الزهراء تجلس على قبر المحسن الشهيد ولدها، تدري ما بين حادث كسر الضلع وما بين شهادة الزهراء فد مدة. هذا الشاعر يقول حتما الزهراء جلست على قبر ولدها، على قبر رضيعها اللي استشهد، هذا الجنين اللي ما شاف الدنيا. وأمير المؤمنين، الرواية تقول أمير المؤمنين واراه بقعر البيت، يعني ببيت الزهراء مدفون ابنها، حتما مرت عليه، ما ممكن. فش تقول له؟ شتحكي وياه؟ مصابك هد ركني. اسمع اسمع، خلي قلبك وياها. وي الزهراء تقول له مصابك هد ركني أم مصابي وأفجعني عذابك أم عذابي، يما فدتك جراح قلبي يا جنيني يا جنيني، فدتك يا جراح قلبي يا جنيني يا جنيني، ولا تمضي قتيلا خلف بابي. بنيا رجوت يوما فيه تمشي مع الحسنين في زهو الشباب، ويوما فيه تحملني لقبري. الله أكبر. تقول له مو أنا أوقف على قبرك، أنت توقف على قبري، هذا كان الأمل، هذا كان المرتجى. ويوما فيه تحملني لقبري وتقرأ عنده آية الكتاب. حبيبي، شوف شو تقول له، تقول له حبيبي حبيبي يما حبيبي حبيبي، ما حسبتك ذات يوم أزورك غائبا تحت التراب. ألا ألا أبلغ رسول الله عني شكايات اهتظام واغترابي، وفصل قصة المسمار لما
مضى في الضلع ينصت الانتحاب. بعد شوف شو توصي، قل له انت رحت للنبي قبلي، يما وحين يراك وحين يراك محنيا دميا شو تقول له؟ تقول له فأخبره بعصري واضطرابي. هذا الصعب على كل غيور. قالت لا وأخبره بكم صوت تلوى يا ويلي، وأخبره بكم صوت تلوى على متني من شر الصحابي. هاي عدوا بالعراب مفهومة، هاي عدوا بالعرب مرسومة، كون بيت سيد البلد محشومة. مو لو لا، هاي عاد وبقت من ماضي العهد تحترمها الناس بيت سيد البلد، بابها يرفرف علي طير السعد لجلبوها مدللة ومخدومة، لجلبوها تعيش بالعز والأمان، ولو نشدنا ليش قالوا بيت فلان لازم نعاملها بالود والحنان، او تبقى بين اهل البلد مكرومة. صدق يا شاعر اللي تقوله. قال ليش داسوا على العادة والاصول، أو ما جروا هذا الرسم ويا البتول، يا أبو أشرف من الهادي الرسول، أو هي بايات الوحي مفطومة. يا أبو أشرف منها بالعز والفخر، أو هي بنت المصطفى خير البشر. العادة انتم عرب يا ناس اهل اصول انتم، العادة لو الزلمة على حرمة جسر الناس كلها تخاصمة وتلومة. ليش ما لامت الوادم من هجم، او شعل نار وما حسب حرمة وحرام، ايه بدفعته للباب يا ضلع هشام، ويا صدر ظلت تسيل دموما. ايه اه يا لوعة كسر ذاك الضلع، يا نار يا نار الشبت بذاك الجذع، يا عين الصبت الدم والدمع، يا الزهرة القضيت مهضو. يقولها يا الزهرة القضيت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا،
على حب محمد وآله ارفعوا أصواتكم بالصلوات. سأصطلح أيها الأحباب على موضوع هذه المحاضرة هذه الليلة، بعض الخصائص الفريدة للمحسن السبط سلام الله عليه. ولكن دعوني أقدم مقدمة لهذا البحث. والمقدمة أيها الأحباب، نحن من بديهيات ما تعلمناه نتشكل من روح وبدن، البدن طيني المنشأ، طيني المنشأ، وهذه النشأة الطينية في البدن تركت علينا رواسب كثيرة، رواسب كثيرة تركت هذه النشأة البدنية الطينية علينا، ما لم نتمكن من التخلص منها نعاني صعوبة، نخلد إلى الأرض، نخلد إلى الأرض. لا أقل علامتين، يعني راسبين، سأذكر راسبين من رواسب تلك النشأة الطينية علينا. الراسب الأول التواني، التواني، عندنا نسبة كبيرة من التواني، سوف أتوب، سأكون من الصالحين، دفع، كل دفع للمستقبل، إن شاء الله أتعدل، إن شاء الله أتعلم، والله إن شاء الله راح أدرس، إن شاء الله راح، إن شاء الله إن شاء الله، وإذا انتهى العمر خلص. ما سبب هذا التثاقل؟ تواني، هذا تواني. أمير المؤمنين عليه السلام يقول التواني مفتاح البؤس، الله أكبر، التواني مفتاح البؤس، وبالعجز والكسل تولدت الفاقة ونتجت الهلكة. بالعجز والكسل دائما 24 ساعة يا كذا، أنا قايلها كثير للشباب للأحباب، إلى أي شيء تعزو فشل كل من فشل في حياته؟ سيقول الحرب، طلاق والدتي، انفصالها عن والدي مثلا، الغلاء، إل 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 إلى آخره. ليس هذا، ليس هذا، كنت كسولا، ليس أكثر من هذا، كنت كسولا فقط، وإلا غيرك مر بنفس هذه التجارب ونجح، تفوق، اجتازها. لماذا أنت لم تتمكن؟ لماذا؟ أنت مجرد روتين عندك يومي، خلدت إلى الأرض، عجز وكسل، تولدت الفاقة، نتجت الهلكة، خلاص انتهينا. الراسب الثاني من رواسب هذه النشأة الطينية علينا، يعني من باب المثال وإلا رواسب كثيرة، وهذا من بلاء الله سبحانه وتعالى لنا، هل نتغلب على النشأة الطينية ونتسامى، أو نخلد إلى الأرض كبلعم بن باعوراء مثلا، أو كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، إلى أن يقول فأخلد إلى الأرض، إلى أن يقول فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، سبحان الله. الراسب الثاني أيها الأحباب من رواسب النشأة الطينية علينا، أننا مأنوسون بالأحجام، بالبهرجة، شيء أحسه، ألمسه، مزخرف، مزين، مضاء، يأخذ بالأبصار، يخطف الأبصار، رواؤه وبهاؤه، خلص سأطأطئ له احتراماً وإجلالاً وتقديراً وتبجيلاً. أما شيء في نظري، في عيني، حقير في الصغر، صغير زين، أو لونه باهت غير مشع، أو متخفي، فهذا في الغالب، في الأعم الأغلب لن أعيره اهتماماً. أكو واحد الآن يعير اهتمام للتراب، مع أن خلقنا من التراب، المفروض أعز شيء التراب، لا نعيره اهتماماً. لماذا؟ لون باهت متوفر بكثرة، صغير الحجم زين، صغير الحجم، كل ذرة من ذراته حقيرة جداً في الصغر، فلا لا نعيره اهتماماً. نعيره اهتماماً عادة للما أدري، الأحجار المعروفة، البراقة، ذهب كذا، فضة إلى آخره، لأنها تلمع في الغالب، هو هذا، لأن قيمة الذهب أيها الأحباب ليست حقيقية، قيمة اعتبارية، نحن اعتبرناه ذا قيمة فأصبح بيننا ذا قيمة. ولو شنو فرق عن بقية المعادن؟ لا فرق، أي شيء بالنسب، يعني بالنسبة إلينا ينفعنا أكثر من غيره، لعله في الزينة، في الغالب في الزينة، ليس في شيء آخر، في الغالب أقول. فجملة الأشياء اللي إحنا تصادقنا عليها هي اعتبارية مو حقيقية، قيمتها اعتبارية ليست قيمة ذاتية فيها زين؟ لا لا، قيمة اعتبارية اعتبرناها هكذا، ليست كقيمة الأخلاق، قيمة الأخلاق ذاتية، تواضع، الشجاعة، الكرم، قيمة ذاتية زين؟ هي بذاتها مشعة إذا جاز التعبير، إشعاع معنوي زين؟ فمثلا إخواني، جملة من الآيات سأذكر، أربعة من الآيات تعزز هذه الحقيقة، هذا مفهوم حقيقة يجب أن نلتفت إليه زين؟ يجب أن نلتفت إليه، وهو يعيننا في فهم كثير
من المطالب العقائدية. مثلا الله سبحانه وتعالى يتحدث عن قارون، قال: فخرج على قومه في زينته، متزين، يلبس الدروع الذهبية، الحلي، التيجان، ما أدري كذا، الحرير، الاستبرق، من حوله تلفه كوكبة من غلمانه المرد، الوجوه أهل الوجوه الوضاء المشرقة. الباري تبارك وتعالى قال: فخرج على قومه في زينته، التفت، فقال الذين يريدون الحياة الدنيا ليت لنا، أو يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. شلون قستوا ذو حظ عظيم؟ ما هو معياركم؟ ما هو المسبار، المرجعية في هذا التفاضل، في إعطاء القيمة له، ما هي؟ قالوا زينته، لأنه خرج متزينا فقط، عند لقب، عند حماية، ها فقط. فبما أنه يمتلك هذه البهرجة، إذن فهو مفضل علينا، هيك يشوفونه مفضل، ذو حظ عظيم، ليس ذو حظ عادي اعتيادي وسيط، لا، ذو حظ عظيم، حظ عظيم في نظرهم. في الجانب الآخر نحتقر الأشياء البسيطة. مثلا قوم نوح خاطبوا نوح ومن معه عليه السلام: وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ليش تظنونا كاذبين؟ ليش رجحتم كفة أن نكون كذبة والعياذ بالله؟ لماذا؟ قالوا لشيء واحد، إنه إحنا جاي نشوفكم مثلنا. بالله التفت إخواني، معايير دقيقة جدا هذه، لأني أراك مثلي في الظاهر، مثلي في الظاهر، فما أقدر أتبعك. شو تلبس مثل ما ألبس، تأكل مثل ما أكل، اسمك مثل اسمي، بيتك بالحي اللي أنا أسكن به، فما فضلك علي؟ عجيب، هو هذا الفضل؟ نعم، هو هذا الفضل. فلن أتقبلك ولن أسمع منك ولن أتعظ بموعظتك يا نوح، ولو كنت شيخ الأنبياء، ولو كنت من أولي العزم، ولو كنت المصطفى من عباد الله في ذلك الزمن. أنا لا أعير هذه الأشياء اهتماما، أنا أنظر إلى زينتك، أنظر ما زلت تساويني، ما دام أنت تساويني بالمظاهر الدنيوية فأنت لا فضل لك علي. شيء عجيب هذا المنطق، والله عجيب. وطبعا هذا إلى اليوم موجود عندنا، صحيح؟ علي من نقيس المتدين؟ إحنا نقيس الدين أو المتدين على زينته. عنده لحية لو ما عنده، عنده سبحة طويلة لو ما عنده، عنده أثر في جبهته لو ما عنده، هذني زين في الغالب، خاتم ما عنده، يحكي بالمصطلحات الدينية يوم ما يحكي، يستاك قبل الصلاة قبل الفريضة، ذني زينة. نحن ننشغل بالزينة عن المحتوى، عن المضمون، زين. طبعا هاي من زمان ليس الآن، القرآن أنزل فيها نصا مباركا في سورة الحج المباركة، معروفة الآية: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله، لا يستوون، إلى أن يقول نهاية الآية يقول لا يستوون عند الله أبدا. هذا وين؟ على كل حال، مثلا نحن نحتقر الذنوب التي لا توقعنا في مشاكل مباشرة مع الناس. بالله التفتوا لي، هاي كلش مهمة النقطة. مثلا تطلع دعاية في المجتمع، تارة أنا أروج لهذه الدعاية، طبعا مو أختلقها، لا هذا الذي يختلق الدعاية هو يختلقها من عنده، هذا من أهل النار فليبشر نفسه والعياذ بالله. لا ما نسولف عنه، نسولف لو أشيعت إشاعة، لو ظهرت دعاية من الدعايات، يعني الإطاحة بشخصية ما، التنقص من قدره، النيل من شرفه، من عرضه، وما أشبه هذا اللي نراه اليوم في واقعنا للأسف الشديد. واقعنا طافح وملآن بمثل هكذا مضامين عرجاء عوجاء، دمرتنا حقيقة، دمرتنا. فأنا أريد أن أروج لهذه الدعاية، سمعت دعاية على شخص إنسان محترم، فسمعت قالوا هيك شيء، قالوا. تارة إذا نقلت الدعاية، والله التفتوا لي، تارة إذا نقلت الدعاية أظن أن هنالك خطرا يترصدني، مساءلة معينة، يعني كان يكون هذا وجيه في المجتمع، أتسقط، أحكي عليه أتسقط، أو أحكي عليه أشيع الدعاية يمكن يقاضيني قانونيا، ما أدري عندي مصلحة وياه إلى آخره، فأخاف
هل خوفي هذا لله؟ جاوبوني، هل ارتداعي عن إذاعة الإشاعة في المجتمع وبثها كان لله؟ لا، لم يكن لله، كان خوفاً على نفسي ومصالحها. تارة لا أستسهلها، إيه رجل ما عرف أصلاً، نكرة في المجتمع، في المجتمع في نظري نكرة، رجل ما معروف، ما أدري من فلان محافظة، من فلان دولة، طلعت عليه إشاعة وصلتني على الفيس مثلاً، أنا روجت لها، روجت لها، طيتها نشر، أعدت نشرها، أو عندي 1000 اسم في الواتساب حددتهم كلهم نشرتها، زين؟ ما يعرفني، ولا راح يقاضيني، ولا راح يجازيني، ولا راح يعاتبني، هو من دولة أنا من دولة، هو من محافظة أنا من محافظة. التفتوا جيداً، في هذا النوع من الإشاعة أنزل الباري تبارك وتعالى قرآناً، قال إذ تلقونه، في سورة النور، إذ تلقونه بألسنتكم، تلقونه بألسنتكم يعني شنو؟ يعني سولفون بي في الأندية، ها الله يساعدك، تدري سمعت ها كذا كذا، تنقل الخبر، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. الطين الآن واحد نشر لدعاية على الفيس وهو له بها علم، أكو له بها علم، علم مو يقين، لا لا علم فعلا 100%، شاف شاف بعينه، شاف وروج للدعوة مثلا، ماكو ماكو، أكو بس نادر، لكن في العام الأغلب ماكو، كله جرأة على الله. زين، قال الباري إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، شاهدنا هنا، وتحسبونه هينا وهو عند الله شنو؟ عظيم. هينا يا ربي، دعاية جت ما عرفه، حتى ما عرف الرجل ونشرتها، شو المشكلة؟ هينة، لا عند الله عظيم، هذا العظيم، مو زينة قارون هي العظيمة، هذا الأمر هو العظيم عند الله سبحانه وتعالى. النص الرابع الأخير في المقدمة، الله تبارك وتعالى قال في الآية اللي صدرت بها المجلس، قال وما منع الناس، والله من أعجب الآيات التي أقرأها وأتدبرها هي هذه الآية، من أعجب الآيات، وكل القرآن عجب، لكن هذا فتشيء حقيقة، يعني على كل حال كتاب الله في كل يوم يبرهن على أنه من الله، هذا هو، هذا ما أقدر أقول أكثر من هاي الحكاية، في كل يوم يبرهن أنه كتاب من الله ليس مصدره بشري. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، بالله إيه صدق، إيش منحهم؟ يعني تجي هداية بالمجان، شخص مثل أمير المؤمنين يدعوك إلى الحق والهدى، عود ليش ما تتبعه؟ اسمع القرآن يقول ليش. يجيني شخص مثل محمد العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، عود ليش أرفض؟ ليش أرفض؟ القرآن راح يجاوبك. يجيني شخص مثل الإمام الحجة المنتظر في المستقبل، لمن أدركه، لمن سيدركه، نسأل الله أن نكون من هذا الجيل الذي سيدركه. فعرض علي الهداية الربانية، لماذا أمتنع؟ ليش؟ قال الله سبحانه وتعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا شغلة واحدة، إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. الله، في سورة الإسراء، بس هاي النقطة يقول تمنعني، ما أقدر. أمير المؤمنين يقول بينكم وبين الموعظة حجاب من الغرة، حجاب من الغرور، ما أقدر أتقبل منك لأن مثلي، أنت بشر مثلي بس. الله أكبر. أعيد الآية، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، بشر بريدة. سبحان الله. هاي المقدمة ليش قدمت أخواني؟ رواسب الخلقة الطينية ليش قدمتها؟ ما هو المغزى من تقديم هذه المقدمة؟ المغزى أيها الأحباب، حتى لا يستحقرن بعضنا عظمة المحسن سلام الله تعالى عليه، أنه هذا جنين في بطن أمه ما طلع للدنيا أصلا، أسقط من رحم أمه إلى الآخرة فورا، ما مر بالدنيا، الدنيا ما مر بها، جثته، نعم جثته مرت في الدنيا، أما هو روحه عليه السلام ما مر في الدنيا، فما شأني به؟
ما هي عظمته؟ ما هي ميزته؟ جنين في بطن أمه خلص. ما أكثر الأمهات اللواتي يسقطن بعض الأجنة، ما أكثرهن في العالم. لهذا الجنين المسقط المقتول ظلماً أيها الأحباب له خصائص فريدة، أنا جمعت بعضاً منها لعله 7-8 زين بعد الصلاة على محمد وآل محمد. أولاً خلينا نعدد سريع وبعدين نعطيك الوحدة روايتها. أولاً، هل ندري أيها الأحباب أن هذا الجنين هو أول مظلوم يقتص الله سبحانه وتعالى من ظالميه في ساحة القيامة؟ أول مظلوم، سبحان الله، مع أنه إيش قدكم مظلومين، هو سيد المظلومين أبي عبد الله الحسين بجوار إحنا عليه السلام، لكن شاءت حكمة الله أول محكمة العدل الإلهي، أول قضية ينادى عليها في محكمة العدل الإلهي هذا المحسن عليه السلام في روايات أهل البيت عليهم السلام. 2، طبعاً وبعدين راح أعطيك الروايات. 2، أعظم مصيبة على آل محمد عليهم السلام مصيبته هو المحسن. كلهم مظلومون أليس كذلك؟ والمصيبة الكبرى اللي يعني الإمام الصادق يخاطب الإمام الحسين عليه السلام يقول له عظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، مع ذلك أعظم مصاب على قلب الحسين وعلى قلب رسول الله أمير المؤمنين سيد الزهراء الحسن والحسين، قلنا الحسين عليه السلام، 9 من بني الحسين هي مصيبة المحسن عليه السلام، وهذا فيه رواية سنذكرها. بعد أيها الأحباب، أول، بس التفتوا لدقة التعبير لأن هذا يعني يراد له شرح وتطويل في الشرح، فأرد يعني أستغل ذكاءكم فطنتكم فأعبر هذا التعبير الموجز يغنيني عن التطويل. أول ما يقتص له في الدنيا بعد ظهور الإمام المهدي عليه السلام في فصل الرجعة لمن يرجع المؤمنون، من محض الإيمان، من محض الكفر محضا، أول من يقتص له المحسن الشهيد عليه السلام. بعد من خصائصه أن الحسين عليه السلام سمى واحدا من أبنائه باسم المحسن. بعد أن الله سبحانه وتعالى أنزل آية في المحسن قبل ولادته. عجيب، معقولة؟ نعم، راح نسمع إن شاء الله. زين، نشرع على بركة الله سبحانه وتعالى. أول شيء قلنا شنو؟ أول مصاب أو أول مظلومية ينادى عليها في القيامة في ساحة المحشر مصيبة المحسن. قال طبعا للعلم يعني قبل ما أشرع بقراءة الروايات، إخواني، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المشهور قبض في يوم الاثنين 27 صفر، زين، اندفن إيش وقت؟ اندفن يوم 28 بالليل، يعني ليلة أربعاء يوم الثلاثاء بالليل صادف. فإذا كان صفر من ذيك السنة 29، زين، فثاني يوم راح يبدأ ربيع الأول، يوم أربعة ربيع الأول يوم هجوم القوم على دار الزهراء، كسر ضلعها، قتل المحسن. يعني خاف واحد يسأل إيش وقت قتل المحسن، هذا تاريخه ترى، زين، بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 4 أيام لو 5 أيام بس فقط، زين، شايف السرعة في الانقلاب، انقلبتم على أعقابكم، قرآن كل السريعة. هذا هو يعني تنبيه، اعتبره تنبيه ومهم جدا ضروري. زين، الآن تعالوا إلى الروايات. قال الصادق عليه السلام، أول مظلومية يحكم لها في الآخرة، قال الصادق عليه السلام: وأول من يحكم فيه محسن بن علي عليه السلام في قاتله ثم قنفذ
فيؤتيان هو وصاحبه فيضربان بسياط من نار لو وقع سوط منها على البحار لغلت من مشرقها إلى مغربها، إلى آخر النص. المهم شاهدنا من الرواية أول مظلومية ينادى عليها في ساحة المحشر هي مصاب المحسن، مظلومية المحسن عليه السلام. اثنين، شنو قلنا الثاني؟ ها؟ قلنا أعظم مصاب، مصاب المحسن، أعظم مصاب مر على آل محمد عليه السلام هو مصابه، هذه روايته. قال الصادق عليه السلام: وقتل محسن، وقتل محسن بالرفسة. كان يعدد مصاب أهله، يقول هيك صار بالحسين، هيك صار بالحسن قبله، هيك صار بينا، يعدد. يوصل لهاي النقطة هيك يقول الإمام، يقول: وقتل محسن بالرفسة أدهى وأعظم وأمر. أعيد التعابير، أدهى أفعل تفضيل، لا أدهى منه مصابا، لا مصاب أدهى من مصاب المحسن، أدهى أعظم أمر. ليش يا ابن رسول الله؟ قال: لأنه أصل يوم العذاب. شكو عذاب قاسيناه، شكو عذاب صب على رؤوسنا، أصله مبتدأه تأسيسه قتل المحسن. منك بدأ. زين، بعد ايش قلنا؟ قلنا في ساحة مهدي آل محمد عليهم السلام في طور الرجعة، زين، أول من ينادى بمظلمته أيضا هو، قال الصادق عليه السلام: إن الحجة يأمر بإنزالهما إلى أن يقول فيقتص منهما. رواية مطولة جدا، ارجعوا إليها في البحار. الله سبحانه وتعالى أنزل فيه آية على التأويل، ليس على التنزيل، على التأويل أنزل فيه آية في القرآن الكريم من قبل ولادة المحسن، وهي الآية المشهورة في سورة التكوير: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذه روايتها. قال الصادق عليه السلام: الموءودة والله محسن، لأنه منا لا غير، فمن قال غير هذا كذبوه، فمن قال غير هذا كذبوه. يعني اللي يقول أن هذه الآية ما تشمل المحسن كذبوه. ليش؟ لأن آل محمد هم أجلى مصاديق الآيات القرآنية، فأين مصداق قوله سبحانه وتعالى: الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ موءودة مدفونة قبل أن تولد. زين، المعنى التام ينطبق على المحسن. هسه تأويلا، نعم تأويلا، ليش لا؟ القرآن الكريم كما فيه تنزيل فيه تأويل، وهذا واضح معروف. زين، أيضا من جملة خصائص هذا المولود الشهيد هذه الرواية أيها الأحباب، أن الله سبحانه وتعالى ابتلى محمداً نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بمصيبة المحسن وأمره أن يصبر عليها. يعني شقد صعبة، الله سبحانه وتعالى يتحدث لنبيه عن مصيبة المحسن ليس في الأرض، في المعراج في السماء هناك، زين، ثم يأمره بالصبر. لاحظ ماذا قال رسول الله، شقد عظيمة هاي المصيبة اللي رسول الله يبتحن بها، يصبر أو لا يصبر؟ قال: وأما ابنتك، الرواية مطولة أنا أجتزئ منها موطن الحاجة، وأما ابنتك فتظلم وتحرم ويؤخذ حقها وتضرب وهي حامل ويدخل على حريمها بغير إذن، ثم لا تجد مانعا وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب. فقال رسول الله تتمة الخبر: إنا لله وإنا إليه راجعون، قبلت وسلمت، ومنك التوفيق والصبر. الله أكبر، يا ربي قل صبرني، أنا قبلت أمرك سلمت، لكن صبرني يا ربي، صبرني، مصيبة عظيمة. بعد
أن هذا الشهيد هذا المحسن عليه السلام حرمت الأمة المعاصرة للزهراء بركات الصلاة على نعش فاطمة، ومن صلى على نعشها دخل الجنة، ومن زار قبرها دخل الجنة. حرمت تلك الأمة ذلك الجيل حرم الصلاة على جنازتها على نعشها والزيارة لقبرها الطاهر المقدس، لأنهم ظلموا المحسن ما بين متجرئ باليد أو متجرئ باللسان أو راض بالقلب ساكت عن الظلم. اسمع شو تقول السيدة البتول عليه السلام، قالت توصي أمير المؤمنين تقول له: لا ولا تصلي علي أمة نقضت عهد الله وعهد رسوله وظلموني. والرواية مطولة إلى أن تقول له: طفنا عليهم ليلا ونهارا دعوناهم إلى النصرة، بعدين تقول له: فجمعوا الحطب وهجموا على الدار، أخذت الباب من عضادتيه ناشدتهم الله والرحم، إلى أن تقول له: يا علي فسقطت لوجهي والنار تسعر وجاءني المخاض وسقط جنيني، أفتصلي علي أمة فعلت ذلك؟ لا إله إلا الله. أفتصلي علي أمة فعلت ذلك؟ يا سيدتي، بعد من خصائصه أن الحسين عليه السلام سمى باسمه، التفتوا إخواني، تاريخ ابن طي يتحدث عن أحداث سنة 351 تحديداً عن سيف الدولة الحمداني. يقول: سيف الدولة الحمداني كان في منظرة له في قصر له خارج المدينة. تدري الملوك يتخذون قصر في المزارع في كذا، يعني بالبر يبنون، فهذا في القصر اللي خارج المدينة طالع. قال: فرأى نوراً، التفتوا، والرواية ليست شيعية، من كتب المسلمين يعني عموماً، قال لكن اختصاصها تدري هنا فيها في هذا الباب لها ميزتها، طبعاً تصير هنا الرواية تصير لها ميزتها فضلها يصير. قال: فنظر سيف الدولة الحمداني شاف عمود نور، زين، أبلج نور مشع مضيء من مكان ما يرتفع إلى عنان السماء، فقال لجماعته: ما هذا النور؟ قالوا: لا ندري لا نعلم. في الليلة الثانية نفس الشيء، في الليلة الثالثة نفس الشيء، طالت به الأيام، طال حسا سفرة ما أدري أسبوع أسبوعين، فقال: الليلة أقصده. قال: فقصد الموضع، وإذا بقعة من الأرض منها يخرج النور ويرتفع إلى عنان السماء. شنو هاي القضية؟ قال: فأمرهم باحتفار هذه البقعة فاحتفروها. قال: فاستخرج لوحا منقوش عليه: هذا قبر المحسن ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. السقط، السقط. طبعا هو الملك بعد كذا، يعني سيف الدولة كان بيد السلطة، تقريبا بيد السلطة. قال: فجمع العلويين اللي موجودين في الشام، كل العلويين تعالوا تجمعوا، خير تفضل. قال لهم: سامعين أكو محسن ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب؟ قالوا له: إحنا ما سامعين. بعضهم، التفتوا، القسم الأول منهم اللي جمعهم، قالوا له: إحنا ما سامعين محسن، اللي ندري بيه اللي سامعين بيه أكو محسن بن علي بن أبي طالب اللي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحدث عنه لفاطمة، والذي سقط يوم البيعة من الضرب على بطن فاطمة فسقط، هذا اللي نعرفه. قال: قام يجيب العلويين وفود يسألهم، فقال له بعضهم: نعم كان للحسين عليه السلام امرأة من السبايا، ويضعن السبايا، فلما مروا بهذا الموضع ألقت ذا بطنها من التعب من السهر ما أعرف مرض، زين، فألقت هذا الشسم اللي تشوفه، ألقته هذا الجنين، فقالوا له: احتفر له في هذا الموضع ودفن. لكن نسينا القضية، انتهت راحت، سقط، سقط ما إلى قيمة. قال لهم: لقد شاء الله سبحانه وتعالى
أن يكون له معلم شاخص على عهدي، مو هينة، هاي بينة طلعت بزمني خلص وشيد عليه قبر. ابن طيء نفسه صاحب الكتاب صاحب الرواية في تاريخه يقول أنا رحت له لقيت قبر مشيد، زين لقيت بناء مشيد، وسط البناء قبر، على القبر قال لقيت لوح من المرمر أو من الصخر الأسود، من الصخر الأسود، منقوش عليه، منقوش عليه هذا قبر المحسن، هذا قبر المحسن ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، شيده شيده ابتغاء وجه ربه الكريم وبرًا بآبائه البررة، ياهو اللي شيده قال سمى اسمه الحسين علي بن الحسين أو كذا أبو عبد الله، نعم أبو عبد الله علي ابن عبد الله الحمداني أو ابن حمدان، على كل حال سيف الدولة الحمداني. شاهدنا ابن طيء يقول أنا وقفت على هاي الصخرة وأرخت لها، كتبت يعني عن شوف مو عن سماع، لا لا عن شوف، شفت رحت وشفت زين، لقيت هذا الحجر الذي نقشه سيف الدولة بيده يعني بعهده بأمره، رأيته سجلته هناك. من خصائص هذا السبط الشهيد، ولعله في هذا أختم، أن الإمام الصادق عليه السلام يوم من الأيام ذكر مصيبته، ذكر مصيبة المحسن فأجهش بالبكاء، إيش الرواية تقول؟ التفتوا، حتى خضلت يعني ابتلت تماما، حتى خضلت لحيته بدموع عينيه، وقال هنا شاهدنا، وقال لا قرت عين لا تبكي عند هذا الذكر، الله أكبر، لا قرت عين لا تبكي عند هذا الذكر، يقول من قد ما موجوع قلوبنا، يقول الله لا إن شاء الله لا تقر عينه، الله لا يقر عين اللي ينذكر عند المحسن ومصيبته وما يبكي، يا سبحان الله، يعني إيش قد عظيمة مصيبته، إيش قد ما أخذ من قلوب آل محمد عليهم السلام، الله أكبر الله أكبر. مولانا المصيبة مو هينة، 30 سنة الإمام علي عليه السلام وهو أصبر الصابرين، بعد 30 سنة 30 سنة من حادث كسر الضلع، عمار بن ياسر يقول في صفين 30 سنة بين صفين وبين كسر الضلع، يقول شفت أمير المؤمنين عليه السلام وقد اكتمل الشيب في كريمته، كل حيته بيضة شيبة، قلت له ألا تختضب يا أبا الحسن، لا تختضب تخلي حناء تخلي وسمة صبغ يعني كذا، يقول شو أنا قلت له ألا تختضب وإذا دموعه تقاطرت على خده، قال لي يا عمار أنا في حزن، يقول تفاجأت قلت له سيدي على شنو أنت حزين، قال للذي جرى على فاطمة، خاف نسيته خاف طلع من بالكم، ترى أنا إلى الآن حزين على فاطمة، يا الله. مولانا جهزها البارحة ذكرنا للمؤمنين للأحبة، جهزها أمير المؤمنين، غسلها كفنها حنطها، نادى على أبنائها ودعوها، الآن يريد يطلع النعش، شال النعش، شال النعش علي بن أبي طالب، أكو طفلة صغيرة 4 سنين تبقى مهضومة، الطفلة 4 سنين وتفقد أمها شي يصير بقلبها وين تروح، يعني عادة الطفلة إذا تألمت إذا صار فد أمر تصيح يمه، زين إذا أمها راحت شو تصيح، شو تصيح أبوها علي بن أبي طالب يبكي ليلاً نهاراً على فاطمة. على كل حال شال النعش أمير المؤمنين، يقول هذا الشاعر بس أريد عند الحسين جواب من عندك، إي والله ما معذور ما تجاوب، الكل خليه يصيح وياها، قال الله زينب نايحة وتصيح يا يا لا تدفنون من البتول تحت الترايا، ليش بويه ما ندفنها، قالت يظلم علي منزلي يا داحي الباء، الدنيا مظلمة من عقوب عين الزكية، قال شالوا نعشها والنساء كلها يتباكوا،
وزينب تنادي يا علي دمشوا على هو. ليش كل خلي جاوب وياها. قالت ضلوع من هم كسر يا بويا تدرو ويامها كلها قضتها بالعزايا. شالها امير المؤمنين يقول جابها للقبر خلاها على حفير القبر. حفر 40 قبر ذيك الليلة امير المؤمنين. المهم القبر المعين المعهود امير المؤمنين قعد صار ينظر للاصحاب السبعة ذول الابطال الشيعة ونعشها. قالهم من رخصتكم خلوني مع الزهراء عندي حكاية خاصة. قالوا له أبا الحسن أنت الآن قبل شوية من شن النعش قلت أعينوني على حمل فاطمة لا طاقة لي على حملها. هسن خليك وحدك شلون؟ قال ما يخالف عندي حكي خاص وياها زوجتي وآخر أي لحظات أخيرة ردت فنها جزاكم الله خير روحوا انصرفوا. يقول الشاعر لما ننصرف وقعد يما قام يحكي ويا القبر يقول له أمانة أمانة يا القبر عندك وريد أنك تباريها 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 حياتي وزهرة أيامي ترجعها على راعيها أمانة أمانة عندك الزهرة وريدك يا قبر تدري. شوف شي يقلها يقل بكل ذرة بكل ذرة من ترابك وياها دفنت عمري يا ببالك بالك عالضلع مكسور يا كسر الكسر ظهري عينك عينك على صواب العين ترى السطر اثرت بيها أين المنادي وفاطمة. بعد بعد قال عندك بالضلع بسمار يا لوعة البسمار البسمار اي والله عينك خلي ترابك بملحج روحي لا يأذيها. الله اكبر. يقول بينه هو يرتل اجزاء من القرآن هي قالت له أوصته قالت له يا أبا الحسن أحب سماع القرآن من صوتك اقرأ القرآن على قبري. أمير المؤمنين يتلو القرآن على قبر فاطمة وإذا به قد هوم بالنوم لحظات أخذته إغفاء تعبان حزين مهموم. يقول وإذ يرى فاطمة شاخص أمامه تقول له يا أبا الحسن ارجع إلى الدار ولا تعهد قبري بعد هذه الليلة ليلة. ليش يا فاطمة أنت أوصيت بذلك؟ قالت بلى يا أبا الحسن ولكن زينب استيقظت مرعوبة خائفة رأت الدار خالية مني ومنك. الله أكبر. قال دفنها دفنها يا المرتضى تالي وظل يرتل بعبره ومن كثر التعب غمضت عينه ونام بالعتره اجت فاطمه تناديه يا كرارنا الزهره شعندك؟ قالت لزينب زينب فزت من النوم وخاف عليها يا ابو حسين قال ما ترضى الزكية تشوف زينب تقعد من النوم يمها الحسن يمها حسين يمها الطاهرم كلثوم شاش يصير بالزهرة لو شافت هذاك اليوم.
يا يوم يا الهجمة يا الجيمة ولها حرقة وصواوي إيه وينك يا علي وينك كل من عاتبك معذور بس كل لو صبرت شلون من شفت الضلع مكسور يا ويلي بس كل لو صبرت شلون من شفت الضلع مكسور 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 اي والله مكسور الك كم فاطمة تنادي الله اكبر اسمع اسمع شي قال الشاعر اريد نقرأك الكربلة الك كم فاطمة تنادي احضر يا علي ويانك شنو العطلك للطاف وش قد بينها وبينك آه انت الغسلت سلمان تحضر غسل حسينك طر قبرك وشق القاع واحضر للحرم فزاع اقول يولا صعب قال له لا زينب تروح ضياع يا حيدر تراه يزيد يطلب من بدر ثاره زينب زينب وقفت بالليل ليل ليل زينب واقفة بالليل بيت الدعاء وقفت أم المصائب تنعى الحسين تدعو أباها علي تقل له يا أبا من للنخاك تحضر فزاع يا فزاع فزاع عجب عني يا ابويا تكضك القاع يا ابويا لوين 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 ما باجيتني بهالليل فزاع بناتك يا ابويا يرحن ضياع يا علي يا ابويا ابو ذيه قف وياي عند الحسين هاي هديه لكم ان شاء الله بيت الدعاء الختام الكل خلي يحكي وياي وي زينب المظلومه قالت ورمها ورمها يا الدهر عين لي سهامة ورمها يا ورمها وسياط العدب متوني صعبة الحكاية مو؟ سياط العذب امتوني بمتوني ورمها ورمها هذا الأكلف اسمع قالت خويا ورمها يا كم طفلة الذي تركض ها كم طفلة الذي تركض ورمها ومها تلوذ من سياط مي يا الله أيديكم جميعا إلى الله بالدعاء ليلة عظيمة باسم فاطمة عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اكشف السوء والبلاء عنا يا الله يا الله يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد ومن كان في جمعنا طالب حاجة من عليه بقضائها يا أكرم الأكرمين من كان مريضا أو عنده مريض من على جميع المرضى بالشفاء يا الله يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وخفف عنا سكرات الموت وشدائد القبر وهول المطلع
عرف بيننا وبين الزهراء فاطمة يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وآمن بلدنا واجعله مستقرا مزدهرا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفق القائمين على هذه الخدمة لكل خير. إلى أرواح أموات المؤمنين جميعا من شيعة علي وفاطمة رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.